السلام عليكم البنات، جيسباكو زالي بيان، كراكو داري، كصبحتو صبحتو غايه ان شاء الله تكونوا فوتو الويكاند بيان. وانا البنات جات في بالي قلت بوركوا فاطمه تنوضي ديري مع البنات. شوفوا البنات اللي دايره الفونارتي هكا اللي دارتها لكم ديريكت، سمحوا لي اني اون بيجاما. وانا البنات درت معاكم، جيت باش ندير الضو باش هكا باش نبان مليح، باسكو الضو مراش. وانا البنات جيت معاكم اليوم باش ندير معاكم واحد المخماريه ديريها كيما هكا. دي فوا حنا عندنا الضو، عندنا كيما نقولوا عندنا الديودورون، عندنا بصح نو مخماريه مليحه اللي يديروها الشرقيات، يديروها المغربيات، يديروها حتى حنا تاني لي زالجيريان تاني نديرو منها. وانا البنات جيتكم اليوم باش غادي ان سورتو هذوك الاردنيات والسوريات اللبنانيات يديروا هاد المخماريه، فهمتوني؟ وكاين كل وحده الطريقه تاعها، كل وحده كيفاش دير الطريقه تاع المخماريه تاعها. انا جو لا بريفير افيك دو لافازلين، كيما كنت تشوفوا لافازلين تكون اوريجينال، لافازلين اوريجينال شي، ما تكونش هذيك لافازلين اللي مخلطين فيها فهمتوا المواد. فوالا تكون عندكم اول شيء يكون عندكم لافازلين، ثاني شيء يكون عندكم هذا المسك، يكون مسك كحل ولا مسك. انا جو بريفير ندير المسك تاع الحجره، جو بريفير با. انا عندي هذا المسك كما تشوفوا لو نوار، بصح ندير تاع الحجره، ما نبغيش ندير تاع هذا السائل هذا. فوالا نبغي ندير هذا الشيرات، هذا فيه ريحه شابه بزاف. شوفوا كي داير، يدوب في اليد، يدوب في اليد، شوفوا شباب بزاف، إلي تخي تخي بو. فوالا ريحته ما شاء الله البنات، ما نقولكمش عليها الريحه اللي راها فيها. فوالا يكون عندك اختي، تكون عندك في بلاصه هذا المسك، يكون عندك زعما زيت الورد، ولا يكون عندك زيت اللوز، يكون هكا فيه شويه بارفان، يكون عندك حاجه زعما فيها شويه ريحه، فهمتيني؟ فوالا باش تنجمي تخلطيها مع لافازلين. وهذا الشيرات كيما قلت لكم انا هذا ما نستعملهش، راكم تشوفوا شريته، شريته مازال باقي معمر، ستادير ما نستعمل. كان يديروا هذا بصح، كان يديروا هذا، انا جو بريفير المسك نتاع الحجره، جو بريفير ندير المسك تاع الحجره. حتى للابت، للابت البنت اللي تكون عندها كيما نقولوا باركزوم، عندها الابت تاعها يطلق لها الريحه، عليك بالمسك اختي، عليك بالمسك. تي اشات هذا المسك هكا تاع لا بيير هكا، وتذوبيه يكون داير كيما الشمعه. شتي الشمعه؟ المسك اللي لقيتيه داير كيما الحجره سي با لا باتشي، ماشي مسك، فهمتيني اختي؟ المسك لازم يكون كيما هكا، يدوب هكا المسك، يكون عنده كي تحكميه يدوب في اليد، فهمتيني اختي؟ فوالا هذا هو المسك لو فغي. فوالا هذا هو اللي يجيبوه من السعوديه، ويجيبوه من الاردن، ويجيبوه من كاع من دبي، من الامارات، هذيك هي بلادهم، المسك هذاك هو بلاده. فوالا خوتي، نحكم لافازلين مع المسك، كان اللي يدير زيت الورد، كان اللي يدير كل واحد واش تايدير، فهمتوني؟ انا المخماريه تاعي نديرها كيما هكا الشيرات، كيما كتشوفوا راني دايره الماء هنا يطبخ. فوالا غادي ندير حاجه كيما هكا، كيما نقولوا هكا ان بول، تكون عندك ان بول، باسكو غادي ديري كلشي او با ماري، فهمتيني حبيبتي؟ ديري كلشي او با ماري. فوالا غادي نحكم شويه نتاع هذا المسك، هذا نقلع منه شويه، فهمتوا الشيرات؟ نقلع منه شويه هكذا، غادي قدامكم، غادي تشوفوا قدامكم. فهمتي اختي؟ نجريه كيما هكا، فهمتي اختي؟ تحكمي المسك تاعك هنايا في هاد الغرفيه كيما كتشوفي، تحطيه هنا هادي انا المخماريه نبغي نديرها خوتي بهذا المسك، ما نبغيش ندير المخماريه بحاجه اخرى، فهمتوني خوتي؟ فوالا ونحكم لافازلين تاعك، هادي راهي باقيه جديده، الشيره غادي نحلها معاكم، باقيه جديده الاخرى كملت لي، وهادي شريتها جديده. فوالا الشيره غادي ندير هكا مغرف،
نتاع لافازلين، ما تكتريش بزاف لافازلين اختي. وهاد المخماريه ديريها بصح ما تخليهاش بزاف قاعده عندك في القوط كيما نقولوا دونزين بواط بزاف، ديريها قيسه اموا، ديري هاد كيما انا هذا عندي تاع اموا، فهمتوا البنات؟ عندي اموا ندير بها اموا با بلوس، فهمتوا لي الشيرات؟ فوالا فوالا، شوفوا الشيرات هذه هي المخماريه تاعي، فيها غير المسك لو مسك بلون، فهمتوني؟ باسكو عندي لو مسك نوار ما بغيتش نديره ليكيد، هذا بصح لي اون نوار، فهمتوني؟ فوالا ما بغيتش لي اون ليكيد. الوغ انا جو بريفير كاع بال كيما نقولوا كاع الاشياء اللي نديرهم التجميليه نديرها بالمسك تاع الحجره. فوالا الشيرات انا نديره بهذا كيما كنت تشوفوا، انا عندي كل شيء هذا نديره، هذا ديره تحت الابط، ديريه كان لي سبحان الله، كاين لي عنده تاني حتى عنده ريحه الريحه ما بين شتو الرجلين وعند الصبع، تنجمي تاني ديري الراجل كي كان عنده ريحه في طفاره ولا ريحه في بين الاصبع، تنجمي تاني غير هكا بيدك وديري انغو ولا ديري هذا وديري، وحتى ما تعطيه له هو روحه يديره ما بين الاصبع، باسكو ما بين الاصبع دي فوا كان الرجال اللي عندهم الريحه، فهمتوني؟ اكثريه بون. درت كلشي الشيرات، غادي ندير كيما كنت تشوفوا راني دايره الماء يغلي ونديرها هنا، شوفوا نديرها كامل هنا، نحطها هكا كيما كنت تشوفوا اوبا ماري. فوالا ونخليها واحد باغزومبل، نخليها واحد دو مينوت ولا باش تدوبلي، فهمتوني؟ غادي تدوب بزاف، ما تقعدش بزاف تدوب، فهمتوني الشيرات؟ فوالا كيما كنت تشوفو غادي راني ندير فيها الشيرات، سمحولي ندير فيها، راني نوريهالكم هكدا باش تشوفو. فوالا نوريلكم، فوالا اطوندي نوريلكم نجم نخليها هكا، نخليها لكم معليش كيما هكا، وراني ندير فيها صاير هاد غادي دوبلي، هي نورمالمون ماشي دو مينيت ما با اون مينيت دوب شيرات. فوالا جو بونس كو مانيش عارفه غادي تسجل ولا لا. فوالا راني نديرها لكم من ديريكت الشيرات، فوالا هي بدات تدوب الشيرات، بدات تدوب المخماريه، بدات تدوب لي. فوالا من بعد تكوني حابة تكون عندك واحد اون بواط كيما هكا، تكون نقية لابواط تكون عندك نقية، فهمتي اختي؟ تكون عندك اون بواط هكا تحكميها، فهمتيني اختي؟ وتخليها ديريها صايرة هي دابت لي. فوالا هاهي دابت لي دروك، فهمتو البنات؟ فوالا غادي نوريها لكم، نوريها لكم باسكو اختي على بالكم بلي حامية بزاف، هاديك حامية بزاف، تكون نرفدها غير بهادي ونوريها لكم، فهمتو الشيرات؟ نوريها لكم الشيرات دوك تشوفو. راني اون ديريكت البنات، راني ندير لكم فيديو اون ديريكت، ما فيه لا مونتاج لا حتى حاجة. فوالا كيما كتشوفو راني درتها لكم هنا، وهاد المخمارية الشيرات كي تكملوها تدوبوها ديروها اوبا ماغي وتكملوها، روحي من هي روحي من هي، راني ندير في الفيديو. فوالا كي تكملوها وديرو كيما نقولو تكملوها وديروها، صاي مازال ما بردش، عادا يدير، انا ندير في لافيديو. الوغ هنايا تخلوها ديروها في قويبسة كيما هكا، هكا في قابصة ديروها كيما هكا في قابصة، وتخليها اختي تبردلك كومبليتمون، غادي من غدوة من داك غدوة خليها كاع تبرد كومبليتمون، سيداتي خليها تبرد كومبليتمون، وغدوة من داك غدوة من داك غادي شوفوا عمرتها
وي لي بو جا شباب تخي بو ما شاء الله جا شباب فوالا شوفوا اني نهضر مع بنتي باسكو دارت ان كيك ايا دوك نوريه لكم الوغ كو تخليها تبرد كومبليتمون تخليها تبرد سيداتي تخليها تبرد كومبليتمون ومن بعد دوك انا هادي نخليها غادي نخليها تبرد خاطرش فيها العنبر كيما قلت لكم العنبر وفيها لافازلين لافازلين على بالكم كي تبرد غادي تولي كيما كانت فهمتوني المهم لافازلين انا علاش درت لافازلين لافازلين درتها باش ترطب وميم طو ترطب كيما نقولوا لابو ترطبها لك تعطيها لك كيما نقولوا من بعد تكون رطبه لابو تاعك تكون رطبه وفات وهذاك العنبر درته باسكو علاش العنبر ناتوريل عنبر راه ناتوريل فهمتوني ما فيه حتى مواد هذا اختي باردون ناتوريل هذا ناتوريل ما فيه حتى ريحه ما فيه والو او ميم طو فيه ريحه العنبر فيه ريحه العنبر سك ما فيش حاجه واحده اخرى مواد واحده اخرى كيما نقولوا مواد واحده اخرى حافظه هذا عنبر بس ناتوريل 100% عنبر وهنايا قلت لكم كون بغيت ندير بهذا ندير صح انا ما نديرش كاين شي البنات بزاف يديروا المخماريه تاعهم يديروها بهذا العنبر السائل انا لا ما نديرش بهذا المسك ها سي با عنبر هذا مسك سي المسك وهذا على بالكم الشيرات هذا يديروا حتى للرقيه وحده اللي يكونوا باغيه كيما نقولوا يرقوا في يرقوها هذه يديروها لها فهمتوني حتى تقلبي اختي باسكو في اللي شتو في اللي كاين الناس زعما جو سوي ديزولي كاين شي ناس كاين شي عباد اللي كيبغوا يرقدوا يوضوا ينعسوا ما يقروا لا قران فهمتوني الوغ كو وكاين ناس اللي زعما فهمتوني كيبغوا يرقدوا يغدو يتوضوا يصلوا يقروا شي قران يديروا شي مسك بين كيما نقولوا تحت ودنيهم زعما تعملي كيما هكا مسك هذا السائل كاين اللي دير سائل كان انا لا انا ندير هذا المسك في هذه راكم تشوفوا وهذه كاين اللي نافذها اش 24 طافي كلوي كاين اللي دايرها في جيبه كاين اللي دايرتها في ساكها باسكو المسك راه مليح بزاف والشياطين الشياطين ما يبغوش هذيك الريحه تاع المسك يكرهوها كاع اللي داير المسك البنات ثقوا بيا كاع اللي داير المسك ورافد معاه المسك ما غاديش يفوه كيما نقولوا يدور به الشياطين الشياطين ما يدوروش به فهمتوني شوفوا الشيرات انا نهضر معاكم وهي اني اون تران دو فهمتوني غوغاردي راها تقصح بون هاد المخماريه كيما راكم تشوفوني خواتاتي راني درتها لكم اون ديريكت شتوني ما فيه لا مونتاج لا والو ما نخبي حتى حاجه فهمتوني وانا درت فيها مغرف تاع فازلين كيما راكم تشوفوا ودرت فيها شويه نتاع المسك انا دون تو مي ماسك ولا حاجه هكا ندير شويه مسك فهمتوني الشيرات وعندي تاني ماسك واحد اخر نديره بالمسك كيما نقولوا ندير عندي ماسك نديره بالمسك زعما سبيسيال تاع المسك فهمتوني اخوتي هذه درتها للبنات اللي عندهم باغ اكزومبل الريحه في البيطان اللي عندهم كاين باسكو كاين بزاف بناتنا اللي عندهم يكونوا زعما لا غالب تاني يكونوا عندهم لو بوا يكون عندهم هذيك الريحه فهمتوني ريحه في الابط ريحه ما بين في الـ في الـ في المنطقه الحساسه ريحه ما بين الفخذين كاين اللي عند كاين اللي تعرق بزاف فهمتوني كاين اللي عندها هذاك العرق فهمتوني وهذاك العرق هي وحتى تاني سيدتي كاين اللي تعرق بزاف هنايا في الكف الكفين كاين اللي عندها العرق بزاف تنجمي تحكمي غير هكا شويه تاع مسك سيداتي هكا تحكمي غير هكا شويه مسك وتفركيها ما بين هنا في هنا في اليدين هكا تفركيها وتفركي تاني في الاخرى انا ساعه ساعه هكا الشيره تندير فهمتوني حتى كي نبغي نجي في بلاصتي حتى تاني نفرك شويه نتاع المسك ونفركه هنايا تحت الاذنين فهمتوني خوتي ونفر ونديرها هنا تاني هنا بس كل الشياطين ما يخفركم الشيرات الشياطين والابليس يجي يدخل غير في الودنين ولا في الودن ولا في الانف ولا يجي هنايا باسكو دي فوا كاين الناس بزاف الشيرات كاين الناس بزاف ينضروا غير هنا كاين شياطين يضربوهم تماك فهمتوني خوتي فوالا سي بوغ سا هاد الصوالح لازم يكونوا عندكم اش 24 في دياركم لازم المسك يكون عندك اختي سيداتي فوالا اش غادي نقول لك سيداتي الفاضله هذا المخمار يعني درتها انايا
صافي قول بالك حط دو موا ولا ما درتهاش. درك لا قلت لا بارطاجي مع صحاباتي شراني ندير في المخماريه سهله مهله. انا المخماريه تاعي عندي ناتورال، ندير فيها غير مغرف نتاع لافازلين بوي شويه نتاع المسك سيتو. المسك هو اللي يقضي حاجته، فهمتوني اخوتي؟ المسك هو اللي يقضي حاجته وعنده واحد الريحه ما شاء الله. كل ما تكمل لي شيرات نشريها، هذه جديده شريتها درتها معكم. فوالا شريت هذه جديده وشريت هذه جديده، قلت بوكوا با فاطمه نودي ديري مع صحباتك هذه المخماريه وهما تاني يستفادوا منها. فوالا الشيرات ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، راه فيه شويه هذا مي سوني با غراف، انا درتو هكا على العالم. فوالا خوتي غادي نخليها، شوفوا الشيرات يعني عاد مازال ما كملتش معاكم وكاردي راهي نشفت. تجيبي اختي دوك راه على شويه الحاله البرود، بصح كي تكون هكا الصيف ديريها في الفريكو باش تنشف لك بالخف، فهمتيني حبيبتي؟ ها دوك راهي نشفت الشيرات، غادي نخليها لكم نخليها وان شاء الله ان شاء الله باذن الله تعالى تكون عجبتكم هذا الوصفه نتاع المخماريه. كاين ناس بزاف يديروا فيها بزاف الاشياء، انا لا نبغي ندير فيها نديرها ناتورال، نديرها غير بالمسك والفاسلين وقضيت حاجه. فوالا اختي ماشي مشروع تكون عندك ديودورون تكون عندك، لا حاجه الناس بكري البنات راهي عاد مازال 16 مينوت غادي نكمل معكم 20 مينوت ونقفل. شوفوا اختي كانوا الناس بكري ما كانوش يديروا هاد لي ديو وهاد الصوالح، كانوا عندهم الانبر المسك وعندهم اشياء زيت الزيتون زيت زيت اللوز الحلو، هما يخرقوا هاد الاشياء المخماريات هما كانوا يديروهم، خاطرش على بوك ما كاش عندنا هاد الشيء هذا ديودورون هاد نو، كنا حنا نخلقوا، الانسان هو اللي يخلق الاشياء الطبيعيه ولا الشيلات. وهذو الاشياء الطبيعيه الحمد لله راهم عندنا في بلادنا، عندنا هنا في اوروبا الحمد لله. ولا ان شاء الله يكون عجبكم هذا لا فيديو وان شاء الله تتفاعلوا معاه، جو بونسكو تتفاعلوا معاه ان شاء الله باسكو جاي هكا درته هكا. انا نحب ندير لي فيديو تاوعي هكا، ما نبقاش نخبي ولا ندرك ولا، فهمتوني خوتي؟ فوالا خوتي نقول لكم السلام عليكم وان شاء الله بون ديمونش. ها اليوم رانا ديمونش ان شاء الله، وغدوه ان شاء الله لندي نبدا ندير لكم دي لايف ان شاء الله. يلا نقول لكم السلام عليكم وحتى الملتقى ان شاء الله باذن الله تعالى وبركاته. ولا بغيتو حوايج وحد اخرين نتاع كيما نقولوا هكا التجميليه ايتو نيزيتي با ديروا لي في لي كومونتير، وانا ما كاش مشكل انا راني هنا ليكم وانتم طلبوا على رواحكم. يلا ما تنسوش راني دايره مسابقه حتى اواخر شهر فيفري، فوالا ان شاء الله ان شاء الله تكونوا راكو شفتوها وشاركوا، دخلوا فعلوا الجرس وشاركوا خوتي. ما تحسيش خوتي كاع ماشي ليكم نتوما، كنا وينها صدقه بالك تربحيها اختي تنويها صدقه للاهل تاعك، ولا تنويها كاش واحد راهي باغي يتزوج تعاونيها بهذاك المليون، فهمتيني حبيبتي؟ فوالا اختي يلاه نقول لكم السلام عليكم وحتى حتى الملتقى ان شاء الله باذن الله تعالى وبركاته، حتى الغد ان شاء الله. يلا نسيتكم على خير، يلا السلام عليكم خوتي.